يعاني الكثير من طلاب العلم من نسيان المحفوظات وضياع فوائد المقروءات، فما هو الحل الأمثل في نظرك فضيلة الشيخ؟ من نسيان المحفوظات. أي نعم. وإيش؟ وضياع فوائد المقروءات. وضياع فوائد المقروءات. المقروءات. أسباب ضعف الحفظ كثيرة، منها المعاصي، فإن المعاصي توجب النسيان. قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه من أسباب النسيان، المعاصي من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أن لا يتعاهد الإنسان ما حفظ، يعني لا يكرره. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا القرآن، يعني كرروه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ثالثا كثرة المشاغل، إذا كان الإنسان عنده أشغال كثيرة فإنه ينسى، لأن القلب وعاء. تعرف الوعاء؟ ما هو الوعاء؟ إيش؟ الإناء، سواء سطل ولا طاس ولا الإناء. الإناء هذا له حد، له طاقة، إذا امتلأ بشيء لم يسع غيره. فإذا كان الإنسان غير متفرغ وله عنده شواغل، فإن الشواغل هذه ينسي بعضها بعضا. أفهمت؟ هذه ثلاث أشياء كلها من أسباب النسيان. من أسباب النسيان أيضا عدم العمل بما علمت. شوف، أنت إذا عملت بما تعلم فعملك دراسة، دراسة للعلم. مثلا إذا علمت أنه يجب الترتيب في الوضوء ثم كنت تتوضأ مرتبا، هذه دراسة ولا غير دراسة؟ دراسة لا شك. نعم.